موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. جددت ميليشيات وحفتر قصفها بشكل مكثف بصواريخ الجراد ليلة السبت على مطار ميتيغا والأحياء المحيطة بالمطار، حيث أوضح المصدر بأن القصف لم ينتج عنه أي خسائر بشرية إلا بعض الأضرار المادية البسيطة بمبنى المطار. يذكر أن إدارة المطار أعلنت في وقت سابق إيقاف حركة الملاحة بالمطار ونقل كل الرحلات إلى مطار مصراتة نتيجة القصف المتواصل من قبل ميليشيات حفتر. بدوره ذكر إعلام بركان الغضب بأن المدفعية الثقيلة لقوات الجيش تمكنت صباح الأحد من تدمير مخزن للذخيرة الهاوزر خلف سوق الأحد كانت تستخدمها ميليشيات حفتر في قصف الأحياء السكنية، حيث أوضح الناطق باسم إعلام بركان الغضب عبد المالك المدني بأن استهداف المخزن جاء بعد عملية رصد ومتابعة منذ 3 أيام، مضيفا بأن الضربات دقيقة ومباشرة. كما ذكر المدني أن مراصد الجيش أكدت على تدمير المخزن واستمرار أصوات الانفجارات لفترة طويلة. نشر معهد الدراسات الأمنية الأفريقية ISS تقريرا ذكر فيه أن حفتر استعان بالمرتزقة من روسيا ومن أفريقيا وبدعم إماراتي مصري سعودي من أجل السيطرة على غرب ليبيا، ولكن فشلت خطته بسبب صمود وثبات المدافعين عن العاصمة. التقرير أوضح أنه في 11 شهرا من الاشتباكات قتل حوالي 6,000 مقاتل ومئات المدنيين وشرد 140,000 ليبي. أشار التقرير أن تدخل تركيا نسف أحلام حفتر في السيطرة على طرابلس. وذكر التقرير أن حفتر بدأ في توسيع نطاقه الجغرافي عن طريق دعم القبائل التي يحاول أن يسيطر عليها، ومع ذلك فإن العلاقة بين حفتر والقبائل المرتبطة بتحالفه مشروطة ولن تنجح. جددت بعثتي الاتحاد الأوروبي وكندا لدى ليبيا دعوتهما للإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب سهام سرجيوا، مطالبة السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها. بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان لها السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عبرت عن إدانتها الشديدة لإشكال العنف ضد النساء والخطف القسري كحادثة اغتيال المحامية سلوى بوقعقيس ببني غازي وغيرهن من النساء. يشار إلى أن ميليشيات مجرم الحرب حفتر ارتكبت جرائم خطف وقتل وتعذيب بحق عديد من النساء، وبالأخص في مدينة بني غازي، والتي طالت لتشمل نساء من جنسيات أجنبية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.